إن الأب الصالح هو الذي ينشئ أبناءه تنشئة صالحة فيفتخر به. ولهذا أردت أن أقول: الدنيا ظلمة بجري في شريان خوف، بجري في شريان خوف، بجري في شريان خوف، بجري في شريان خوف. انفتح باب للأسى، النجمة تبقى بدون دليل وسط المتاهات والمساء، للشمس تشرق للصباح، النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجراح، النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجراح، حسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز، الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز، الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس الجزاز، ساس الجزاز، ساس الجزاز، ساس الجزاز، ساس الجزاز. انا وانت مدقوق في البلد دي وما بفوت الشبر، وعشان اريحك اهلك الماجوني دي ما بمشي حتى لو كانوا ساكنين ورا الحيطه دي.
ضيق. ضيق سرحان وين؟ بتفكر في شنو؟ في حاجة يا صديق؟ ها؟ كلمني وريني في شنو يعني؟ إن شاء الله الجواب الجاي قبل ده ما يكون فيه شيء غلط عليك. وبعدين هتعمل شنو؟ سجل المعلومات المطلوبة منا واللي بيتمثل في اسم المركز مدرسة مهيرة الثانوية بنات ورقم المركز 114 وكذلك كتابة الاسم وكتابة رقم الجلوس. ولا بد أن كل طالبة تعتمد على نفسها الاعتماد الكلي لأنه ما نتساهل إذا شعرنا بأنه في حالة بتاعت قش ولا محاولة للقش. فيبقى لابد أن كل طالبة زي ما قلنا تعتمد على نفسها الاعتماد الكامل وبالتوفيق إن شاء الله.
بقى الاختلاف. قصيدة بتكلم عن بركة المتوكل. المتوكل يا اخي كان اموي؟ اعمل شنو لك؟ ما انا تلخبطت. مش قلت لك المراجعة بعد الامتحان ده اصلا ما ظريفة يا ليلى. الاختلاف يا سنة. وضع علي يا سنة دقيقة. مالك يا ليلى؟ لا 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 ما نمشي بالشارع ده. في شنو ليه مالك؟ في شنو كيف؟ ده ما شارع دكان عثمان الترزي سيدي. طيب مالي يعني شنو؟ يعني شنو؟ هسه اول ما يلاقيني حيوقفني يكلمني عن التفصيلات الجديده وعن الزراير والترتر. لا يا اختي مالك ومالي؟ لا لا يا خرافه اقدر. لا 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 انا ما بمشي بجايتي لو ما شامشي. انا غيرته ما حامشي بجايتي. طيب رح. كيف يا بنت الليلة؟ تمام. اشتغلت كيفين في الامتحان؟ تمام. قفلت الورقتين من أمس لليلة ومقفلاهم. قفلتيهم كيفين يعني؟ كيف يعني؟ يعني ولا غلطة في الامتحانين. قولي إن شاء الله. إن شاء الله يا أمي. يا اخي البس نظارتك يا اخي. يا اخي كويس. هسه انت شايف حاجة؟ احسن منك. كويس. عرب. ايوه. قلت لك. اي. انت هتمشي لاولادك 200. والله يا اخي بكره الجمعه ان شاء الله بكره من الصباح بمشي حاجه راجع يوم الاثنين. حاجه راجع يوم الاثنين؟ ايوه. مستعجل ليه؟ ما تاخذ لك ايام مع اولادك يا اخي. ايه يا رديب والله انا ماشي من هنا مهموم ماشي اشوف بنتي عازه عملت كيف في الامتحانات. ماشي يا غنانة. امتحانات ان شاء الله ربنا يوفقها يا رديب. يوفق الجميع ان شاء الله. يا اخي ما كفى ما سيبيه حفله انت يا اخي. دقيقه روقه. بالمناسبه نحن مفروض نطلع نودي الامانه بتاعه عثمان وبعدين نمشي النادي. هسه؟ هاي هسه. جميل. ده برنامج ده. كويس. طيب انت مستني شنو؟ ما مستنيك يا اخي. امشي البس. امشي البس انا اكون خلصت. طيب بسرعه بس.
ليلى 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 اهلا. لا السلام معك يا شنو يا عثمان؟ يا ليلى ليه بتعامليني كده يا؟ لانه يا عثمان لانه ما في سبب يخليني انا اجي اتكلم معك في الشارع. خلاص شفتي انا مش دكان عندي بس قميص فرنجة اركب له ليه اجيكم في البيت. عثمان يا اخي طب بالضبط كده عايز منه شنو؟ الله انا عاوز اخذ زوجك على كتاب الله وسنه رسوله. تزوجني؟ اسفه معليش انا ما عايزه اتزوج، انا عايزه اكمل تعليمي. لا ضروري. شنو؟ ما ضروري؟ ايوه ما ضروري تكمل تعليمك. هو وانا ما كملت تعليمي، تكملي انت؟ بدي جنة ولا شنو؟ عجزت على بيت الله يدخل في الاخر العيله مفتاح هذا كله مغلبه. ها على وين انت ماشي؟ هتستناني في البيت هناك؟ ليه انت ماشي وين؟ ماشي مشوار هنا لغايه الموقف. ماشي شوف اذا قال لي ناس ماشيين البلد مرسلين حاجات للاولاد. تعرف يا اخي اولادك ديل اصلا قبل ايام ما جيت منهم. هاي تقول شنو يا اخي؟ والله قالوا عايزين لهم كراسات وادوات مكتبيه حاجات كده للكورسات. تقول شنو عمل لهم شنو؟ قالوا لي مجرد ما اصلا لازم ارسلهم لهم. لا رديب يا اخوي المدارس بقت صعبه خلاص شنو. خلاص هاي تمشي استناني هناك انا بشوف الجماعه دي كويس كويس ان شاء الله. قال لي زول كويس. سيرتهم ما بها حطة ولا نزحوا لا ليظلموا أحدا لا ولا للطياد وكثيرون في صدورهم تتنزل أحقاد ولحن. أيها السيدات والسادة الآن ننقلكم وعلى الهواء مباشرة إلى القاعة الكبرى بوزارة التربية لننقل إليكم وعبر جميع موجاتنا العاملة وقائع المؤتمر الذي يعقده الأخ وزير التربية والتعليم الاتحادي لإعلان نتيجة امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام. فإلى هناك. بعد إكمالنا لاستعراض هذا الجانب أرجو أن ننتقل مباشرة لإعلان أسماء الطلاب والطالبات الذين أحرزوا المقاعد العشرة الأولى في امتحان هذا العام. الأول مشترك الطالب أبو ذر حسنين، الشيخ حاج علي من مدرسة عبد الله بن عمر الثانوية بالخرطوم.
متأكد يا عثمان يا ولدي من الكلام اللي قلته لي ده؟ أقول لك أنا فاتح الدكان في الرادي، أسمع لك الوزير قال العاشرة ليلة صديق بالإدارة بسكين. عليك النبي يا عثمان يا ولدي، سمعت بيها ضهنك دي؟ قلت لك ليه يا ضهني دي؟ قلت لك العاشرة ليلة صديق بالإدارة بسكين. ليلة وينها؟ ليلة وينها؟ ليلة وينها؟ الحمد لك يا رب العالمين. ليلة وين ليلة؟ ليلة مشت لي صاحبتي سناء. خلاص أنا بجي ببارك لها، بجي ببارك لها. بس اديني البشاره. هي بشاره تنهني يا عثمان. امانه الليله تجيب بشاره، امانه ما تجيب بشاره، امانه ما بشرتني يا عثمان يا ولدي. طيب يا بنات، هي الحمد لله النتيجه جات، ويمكن زي ما سمعتوا في الراديو انه المدرسه حققت نسبه نجاح 100%، يعني كلهم نجحات الحمد لله. انا اشوف النسبه بعد كده بتاعت البنات قبل. ايوه اكرام اكرام 416572. ايوه عارف محل هنا. كويس. 416 572. مبروك. 63.7. مبروك. الله يرحمك. استنى خلاص كلكم حتشوفوا. وباقي لي ام سلمه عابدين الضوء 416 570. 416 570 570. ايوه ام سلمه عابدين الضوء علي، مبروك 63.2. كويسة ممتازة خالص. أيوة طيب 586 دي 586 586. أيوة قسمة سعد محمد النعيم. أيوة 50%. 50%. كويسة نجاح. عزيزة حاجة خير 416. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسك مستقبل النوابغ. السلام عليكم. سلامات. أهلا. مبروك يا سناء. مبروك يا ليلى. الله يبارك فيك. رغم إنه بالمناسبة أنا زعلان منك جدا. ليه؟ أنا كنت متوقعك تجي وأنت السودان. تجي العاشرة؟ هسا ما حصل شيء. في اثنين في المدرسة في العشرين الأوائل. كيف فضلكم يا أستاذ؟ إحنا ما عملنا غير الواجب. الله يديك العافية. طيب استاذ تريد نتيجتك. ايوه نتيجتك رشا اسعد اسحاق رشا اسحاق ابو زيد رشا اسحاق رشا اسحاق رشا اسحاق ابو زيد. مبروك يا رشا، نسبتك 53.3. بس بابا ما دي اختار لي هديتي، انا اللي حختار هديتي. خلاص طب لما يتلاقى على الغدا في البيت. بابا بجد ما حتجي؟ شغل يا بابا ليه؟ بابا السوق عايز يطير. بابا لازم تجي، ما تقول لي بحب. الليلة يا بابا يوم فوق العادة، لازم نحتفل. ما تقولي بحاول نحن حننتظرك، وانا حتصل برضوان، اوكي؟ ما في داعي يا استاذة يا جميلة. خلاص طبعا يا رضوان، من وين انت جاي؟ بقى دي خلعة جامعية. لكن إذا كان نسبتك 76.9 زي ما سمعتها، تبقى ما كويسة. لأنك يا أستاذة مفترض تجيبي أكتر.
مش يا أستاذ بتوديني الآداب؟ كفاية. عموما مبروك. الله يبارك فيك. انت ما شغال الليلة ولا شنو؟ ليه في شنو؟ مالك لابس كده؟ ما مشيت الشغل؟ لا مشيت. تكون مشيت وزعت شغل على العمال وجيت راجع صح؟ ابدا يا ستي، مشيت وتعبت واخدت راحة. اخذ يوم بس راحة ولا ما من حقي؟ لا من حقك طبعا. يا ليلى تعال. شوف يا ليلى، انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. خير ان شاء الله يا استاذ. شوف يا ليلى، انت هنا كنت في المدرسه من الطالبات المبرزات والمثاليات في المدرسه. شكرا لك، ده بفضلكم يا استاذ. لا لا، انا بقول في الحقيقه مجرده، عشان كده في مساله مهمه جدا عايز انبهك لها. خير؟ لا خير. شوف يا ليلى، انت طبعا ماشيه الجامعه ان شاء الله، والجامعة بتختلف عن المدرسة الثانوية طبعا، بمعنى انه الجامعة هي المرحلة الطالبة والطالبة بيكون فيها شخصيته مستقلة بوعيه بإدراكه عشان يبني مستقبله الخاص. طبعا يا استاذ. لذلك يا ليلى، انا ما عايز مسألة غياب ابوك اللي كان بتأثر عليك هنا في الثانوي، اتمنى انه في الجامعة يعني ما تأثر عليك برضه. ان شاء الله. يمكن انا اديتك للمسألة دي ان شاء الله. حقيقة في مسألة ثانية. خير ان شاء الله. انا اتمنى انه يعني لو لقيتك اي مشكله حتى وان كانت بسيطه تكتبي لي ان شاء الله يا استاذ. ما في مشكله طبعا. عارفه العنوان بالمدرسه هنا؟ طبعا. طيب يا ليلى. طيب يا استاذ، الف مبروك. الله يسلمك. ان شاء الله اسمع عنك كل خير. الله يبارك فيك. طيب طيب، مع السلامه. مع السلامه. والله يا صديق، تصور انا مجرد ما التلفون خطيت السماعه كده وكلموني بالخبر ده، فتشت لك السمع والوطى ما لقيتك. قلت لا تكون في اليافطه، جي قال لي لك جري. والله يا مبروك يا رضي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بارد دكتوراه ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الجامعة واللي العوزان ياك السنة العادة واجي اتغدى معاه. الله يبارك فيك. ما في اي طريقة يعني؟ جدا؟ اذا هحاول اتصل بها، اعتذر لها واجي عليك. خير ان شاء الله. خير. طيب.
الله. مع السلامة. كل أفراح. أهلاً يا حسن. كيف الحال؟ الله يسلمك. يبارك فيك. الحمد لله. أها كيف؟ الحمد لله. جيت أبارك لليلة. الله يبارك فيك. هسه خلاص أنا حتمي ذكر الجامعة. بإذن الله يا عثمان. هسه يا أخوانا قريت الجواب دير لها جامعة. قلت شنو يا عثمان؟ لا قلت لك في ليلة وين؟ ليلة وين؟ ليلة ما في. مشت لي صاحبتها سنة. أيوة خلاص أنا بجي أبارك لها. بس أنتِ أنا أمشي هناك حسوق الباغر وجيرانكم ده أدي لكم فول وبلع. كويس؟ ما بتقصر والله يا عثمان. بس أنتِ أنتِ كلميها قول لها لا أصلاً ماكوك جاية. بكلمها بجيتك والله يا عثمان. بكلمها. دي ما هي؟ لا لا ست البنات. ست البنات خلاص يا عثمان بكلمها. خلاص كويس أها. سامح. بس هاي بس خليها ترجعني. إن شاء الله سامح يا أخوي. هيا ست البنات. يعني انت ضيفه يعني ما تشيلوا انا والله يا اختي ما ضيفه هيصير الحلاوه النبي يصير الحلاوه كرمي كرمي يا ست البنات شيل الحلاوه عليكم هيا عارف عليك شيلي هي فيها شيخ يعني ما كرامه الله يبارك فيكم ليلى وين يا اختي ليلى مع صاحبتها سنة انت مسافره الجامعه في الخرطوم 200 والله لسه شويه يا ست البنات خلاص يا اختي وكنت تجي ماشا انا بديها جواب لبتول اختي في مدرمان عشان تتعرف عليهم ما بتقصري والله هاي فاطمه استنى نفسك هاي ما تقول ده لا لا والله جينا مبارك في البنيه عجبنا والله هاي بدا يقص علي انا فاهمه ما في وقت ثاني سامع الله يسلمكم مع السلامه يا سلام يا استاذ والله الحمد لله انه نتيجه السنه دي شرير جدا لكن يا اخي نحن السنه دي ما اشتغلنا شغل الجن يا اخي لكن شغل الجن ما جاب نتائج طالبتين في العشرين اللي بعد الحمد لله لكن تعرف انا المفاجاه بالنسبه لنا شنو؟ كان السنه سنه؟ يا ده سنه عبد العزيز ولا سنه عبد الحميد؟ لا سنه عبد الحميد اطلاقا ما كنت متخيل انه سنه عبد الحميد دي تجي 15 في السودان تعرف انه النتيجه اول نتائج عبد الدرين المطلوب انا كنت اللي صدقت جلولة لكن خذلتنا وجات العاشرة لا لا برضو ما قصرت والله الله يا اخي ما قصرت يا اخي لكن غايته ان شاء الله طولنا من كده ان شاء الله ها الساعة 2:10 بالمناسبة احنا ناسين حاجة مهمة ابو سناء عزمنا غدا طبعا والله ما شاء الله يا ليلى كبرتي ودخلتي الجامعة الحمد لله يا أمي انت قايلاني لسه الشامعة ظنطت قدامك ديك أنا دي والله لسه شايفاك في عيني صغيرة وبتلعبي في الواطة دي هنا الحمد لله يا أمي إلا والله يا ليلى أنا فرحانة فرح اسمك في خشمي يزول في الحلة ليلى عاشرة السودان ليلى وانت المدرسة الحمد لله يا أمي والله يا أمي أنا بيدا كله ما فرحانة ليه يا ليلى ما فرحانة؟ لأنه أبوي ما في أنا والله يا أمي كنت بتمنى إنه الناس يباركوا له قبل ما يباركوا لي أنا يا بيت أبوك كان من النوع اللي بيقعد ويربي بناته كنت الليلة بقيت قلت السودان يا أمي أنت أبوي ده بالضبط وين؟ ما عرفه وما دايرة أعرفه أديني البصل ده جيبيه Yeah.
الولد كيف نسيت يا أبو الوالد وقلبه على الولد بسمع تجالا بيكتي القلب أصبح ليه دمعة تجالا بي كتير والقلب أصبح ليها خد أنا تحت في درب الزمن محرومة من نبض الحنان مسجونة في لهب المحن أنا تحت في درب الزمن محرومة من نبض الحنان مسجونة في اصبح ليها خد دمعة تجالا بي كتير القلب اصبح ليها خد